احنا لما نبعث يوم القيامه من القبور هنطلع على هيئتنا ولا هنتغير على الهيئه اللي احنا متنا عليها ولا هنتغير؟ جزاك الله خير. حديث يبعث المرء على ما مات عليه حسنه بعض العلماء لكن يقويه من ناحية المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الرجل الذي مات في الحج قال لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولكن في الباب أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. وفي رواية ولا تثبت بهما أي كامل الأعضاء الذي قطع منه عضو سيرد إليه لكنها لا تثبت هذه الزيادة الأخيرة. هذا وبالله التوفيق.